وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من الأهرام. الليلة الأهلي يصطدم بدجلة للاقتراب من القمة. من بوابة أخبار اليوم، الأهلي يصطدم بصحوة وادي دجلة في مباراة صعبة. ومن الوفد سيد معوض، درسنا دجلة جيدا والخبرة ستحسم اللقاء. من المصري اليوم، طموح الأهلي يصطدم بصحوة دجلة. ومن الوطن سبورت، ربيعة يواصل التأهيل تحت إشراف عبد العزيز. من الشروق، الأهلي الباحث عن القمة يصطدم باستفاقة وادي دجلة. ومن اليوم السابع، البدري يطلب 3 صفقات جديدة في يناير وينتظر قرار لجنة الكرة. من فيتو، أحمد فتحي ينافس لاعب اتحاد الجزائر على لقب أفضل مدافع بأفريقيا. ومن دوت مصر، غياب عماد متعب عن ميران المستبعدين في الأهلي. ومن يوروسبورت عربية، الأهلي يحدد موعد سفره للإمارات. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار الرياضية من قناة النادي الأهلي، دمتم في أمان الله.